بنتي طبعك تكتبي حاجة وتخافي تتكلمي عنها بعد كده؟ لا. أصلك عملتي كده ليه؟ كتبتي تويتة بيضرب إيرادات وبيضرب سيناريوهات وبيضرب أخبار كذب تخافي. وبيضرب أرقام تخافي. وبيضرب مشاهدة وبيضرب ستات وبيضرب شهادات. فاضل إيه تاني يا نجم؟ مش كفاية بقى كده؟ مين بقى؟ دي اختي. ولا مرة رضيتي تقولي. هو عارف نفسه. طب انت ليه مش عايزه تقولي؟ مش بقولك انت بتكتبي وتجري. لا ليه بتكتبي وتجري؟ لا ليه هو طب فين الجرأة اللي بتكتبي بيها؟ ما بترديش بيها ليه بعد كده؟ جبانه يا اختي. خلاص بقى يعني هو عارف نفسه. طب ليه تلقحي عليه لو انت مش قادره تقولي هو مين؟ طب ما يعني ما تطلعي تقولي له انت يا فلان او اسكت. انا ليه بتلقحي؟ مش عارفه معرفش. ايديا دي ايديا. انت عارفه ان إيدي. ناس كتير قوي عارفوا قصدك على مين وقالوا. ايوه عارفه وكلموني ناس كتير وقالوا لي ليه عملتي كده؟ ليه؟ هيثم سعيد طلع رد عليكي قال لك عامله كليب مع حسن شاكوش وبتقولي ضارب ايرادات يا قادره. شفت كليب حسن شاكوش اضاف لك ولا انتقص من قيمتك الفنيه؟ الفيدباك حسسك ان ايه اللي حصل؟ رد الفعل. لا رد الفعل كانت في ناس مبسوطة وفي ناس قليلة اتضايقت. أنا قريت حاجات طبعاً ناس صحابي بعتولي حاجات ناس قليلة اتضايقت بس أنا يعني أنا أنت شفتين عكس إزاي على شغلك؟ يعني ما حسيتش إنه عمل أي انعكاس من أي نوع يعني خالص. عملتي الكليب ده عشان تتبسطي؟ عملته عشان اتبسط وعشان هادي أقنعني وعلشان غنيت عشان كنت عايزة أغني. أنا كان نفسي صوتي يبقى حلو. كان نفسي أبقى مطربة كده بجد؟ أيوة كان نفسي صوتي يبقى حلو. إيه الشبح الوحيد اللي لو عدى في خيال ياسمين بيخوفها؟ بتخافي من إيه؟ إيه الحاجة؟ إيه الهاجس اللي ممكن يبقى بيقلقك بيخوفك؟ بتسرحي فيه تخافي؟ لا الدنيا والأمان يعني أهم حاجة الأمان. إيه اللي بيحسسك إن الأمان ممكن يهدد؟ ايه الحاجة المعينة اللي أنا شايفاها ومش عايزة تقوليها؟ الظروف اللي بتحصل في العالم دلوقتي اللي بيحصل دلوقتي أنا حاسة إن إحنا عارفة زي حرب الباردة. أنت مش عارفة ممكن تصحي بكرة الصبح تلاقي إيه. وأنا عشت ده قبل كده فأنا عارفة كويس قوي. عشتي إزاي؟ عشته قبل كده. أنا يعني عشته في فترة معينة. أنا عشتي فترة عدم أمان. عشت فترة حرب. عشت فترة حرب يعني صحيت في وقت صحيت لقيت البلد اللي انا كنت فيها حرب. كان فين؟ مش مهم. بليز. فاهم حاجه ان انت تكوني انت في مكان امان انت وعيلتك والناس اللي بتحبيها والمجتمع اللي انت فيه. الحاجه اللي عينك متعوده عليها وبتشوفيها طول الوقت مطمنه على كل حاجه ان هي تمام.